باشا ما تتعاملش معايا على اساس ان انا واحد غبي. ما تقلقش يا باشا، هخطف الطياره وهجيبها لك في شوال. يا باشا اطمن يا باشا، الطياره طايره والسما صافيه والركاب زي الفل، وانا عايز ادخل الحمام. انا تمام، انا تمام يا سعاده الباشا. يا باشا ما حدش عارف ان انا هخطف الطياره، اقسم بالله ما حد عارف ان انا هخطف الطياره. بذمتك انت عارفه ان انا هخطف الطياره؟ لا طبعا. اهو يا باشا الموضوع بسيط جدا يا باشا. اي ما تقلقش، انا بغير شخصيتي، لابس من فوق مسترده ومن تحت مايونيز، ما تقلقش. يلا سلام سلام سلام. لا 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 لا، سلام سلام سلام. يا رب ما حد يكشفني يا رب. ايه ده؟ هكشف من اولها ولا ايه؟ انت انا ايه؟ والله العظيم انت. والمصحف مالها؟ ده سوء تفاهم. لا والله انت. ايه انا ايه؟ انت الفنان هاني شاكر. انا بحبك قوي يا فنان، بحبك قوي والله العظيم. هاني شاكر؟ اه اه اه، ده انا هاني شاكر صح. انا هاني شاكر. تحب انا 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 بجد نازله مصر مخصوص عشان احضر الحفله بتاعتك، ممكن تغني لي اغنيه؟ اه اغني لك. اسمعي. مساء الفل يا حبايب قلبي، الله اكبر على الجمهور العظيم اللي منورنا في الاستوديو، واحب اهدي الاغنيه دي لجمهوري العزيز. بابا 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 قباح، داتا فيها وواياح، بابا حب انا صح وسط النار، وانا بنهار وانا بنهار. فظيع 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 بجد، انت فظيع بجد. ميرسي جدا. شفت ان انا هاني شاكر؟ ايوه ميرسي جدا. اسف على ازعاج حضرتك. نهار اسود، كنت هتكشف كنت هتكشف. انت يا بنت يا مضيفه، يا بنت هات السنوكس بتاعي، جعان جعان يا عالم. حالا يا فندم، كل حاجه كلها تعالى ان شاء الله. بسرعه جعان ان شاء الله. وانت عم خف تف جش لب في قفايا، حرام عليك. يا نهار اسود، ده صعيدي صعيدي وهيوديني في داهيه. ايه ده؟ ايه ده؟ بص لي ده يا ابوي. ايوه ايوه، ده شكله يا تايكوندي يا صيني. ايوه ده صيني، انا بحبهم قوي. سينجا هيلا يا تايكوندي. حضرتك صعيدي صح؟ ايه ده وعرفت ازاي؟ عشان من شويه قلت المضيفة بنت هات السناكس بتاعي، السناكس دي صعيدي. ايوه انت صعيدي؟ اه انا صعيدي. ايه ده صعيدي منين؟ انا صعيدي من زمان. من زمان ولا من زمان؟ اطلع بره الطيارة. خلاص يا عم نهزر معاك. انت اصلا كده شكلك يعني صعيدي. يا عم صعيدي منين انت؟ مش فاهم برضه. انا صعيدي من دمنهور. صعيدي من دمنهور؟ دمنهور دي في جنيه ولا فين دي؟ يا عم صعيدي انت شكلك بلجيكي اصلا يا عم. صعيدي صعيدي. اثبت لك اثبت يا اخوي. نهار اسود هتكشف. لازم 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 العمليه تكمل. لازم ايه يا بوي؟ ايه يا اخوي؟ ايه يا بوي؟ ايه يا اخوي؟ عليا الطلاق بالثلاثه، انت راجل مجد يا بوي. من النهارده مفيش سناكس، انا السناكس، انا السناكس يا بوي. ايوه ده انت طلعت صعيدي، السناكس ده صعيدي. انت متجوز يا ابو عمو؟ انا متجوز وليا دازمه، بنت دازمه. امبارح قاعد معاها بقول لها قولي لي كلمه تفرحني، تقول لي انت احسن واحد بيبوس في اصحابك. ايه والله تقول لي انت احسن، اثبت، تقول لي انت احسن واحد بيبوس في اصحابك، مع انه والله والله صاحبي خالد بيبوسها احسن مني بكتير. طب والله العظيم دي ست كلها ذوق وبتفهم. انا سعيد جدا انا اتعرفت عليك، ونفسي اكون واحد من صحابك حبيبي يا بلدي. يا ريت تبقى تعرفنا على المدام لو ينفع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لا انا لازم انفذ، لازم انفذ دلوقتي قبل ما اتكشف. يا جماعه انا هخطف الطياره. انا لابس حزام جلد ناسف، ولا حركه، كله انزل. شكرا شكرا. قولوا الكابتن الطياره يطلع على نروح فين؟ نروح فين؟ نروح فرنسا. قولوا لا بلاش فرنسا، فرنسا كلها روايح وقطور وانا صدري بيتعب وعندي حساسيه. نروح فين تاني؟ نروح فين تاني؟ نروح ايطاليا. لا لا يا عم ايطاليا لا، انا ما بحبش البيتزا. وانا ما بحبش المكرونه، ما بحبش المعجنات، انا ما بحبش المعجنات. خلاص انا عرفت هنروح فين. قولوا الكابتن الطياره يطلع على هولندا، نعمل دماغ ونستبح ونتكيف، وبعد كده نفكر هنروح نعمل ايه. يحيى يحيى يحيى. السادة الركاب، يرجى العلم ان الطائره قد غيرت مسارها الى الخطوط الجويه الهولنديه. وبن كانم ستار. Gangnam Style.
여자 가볍지만 웬만한 노출보다 약한 여자 그런 감각적인 여자 شكرا لمروة وداليا وميزو لزميلنا ايدي وبكرر انه التقييم والعلامه متعلقين حصرا بمحمود تركي ممثلين الباقيين دورهم مساعد مزبوط محمود تمام جدا مبسوط ان الديستنيشن كانت هولندا الحمد لله هلا الديستنيشن عند اعضاء لجنه التحكيم يا رب يودوني ان شاء الله ما يودوك على مصر ديركت على مصر ايوه صح ونرجع نشوفك ببيروت ان شاء الله لا خلينا نبلش مع سيرين محمود انت بتعرف قد ايه انا بحبك ودايما من بعد البرنامج بنقعد مع بعض وبنحكي ودايما هيك بنعطي بعطي نصايح وانت بتاخده بعين الاعتبار ما في شك انك انت كثير مهضوم انا اليوم كنت متوقع اني اشوف مشهد بضحكني اكثر مع انه الفكره كثير مهضومه وفيها كانت تروح لابعد بكثير من الكوميديا اللي انت عملته اليوم رح اكتفي بهذا الشيء لاسمع الزملاء شكرا سيرين هنيدي اولا يعني بعيدا عن المشهد مكتوب ازاي الفكره ظريفه وكل حاجه بس انا ركزت الحقيقه مع محمود محمود انت جواك حاجات تحفه جواك طاقات جميله ووشك انت بتلعب بيه في مناطق تحفه زي العسل بصراحه يعني والله يعني النهارده برضو زي اللي قبليه زي علي في طاقات لسه بتطلع فاهمني لا انت في الرأس بتضحك جامد جدا وشك حلو قوي انت دمك خفيف يا حودة والله بجد يعني عجبتني جدا برافو يا حودة شكرا هنيدي بس ترجع تعيد لنا بليز لما قفلت التليفون لما قلت له سلام 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 يعني فينا نرجع نعيد سلام سلام لا 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 سلام بارايس عشان انا هغير شخصيتي يلا سلام 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 لا 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 سلام استاذ حسن سلام 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 صح صح برافو يا محمود والله محمود زي العسل وانا من قبل كده حط عيني عليك لانك فعلا دمك خفيف وشبه محترف يعني بتعرف تقول الإفيه صح وبترميه صح وامتى بيتقال وانا كمان بحيي اللي كتب المشهد ده هو المشهد كويس قوي وفكرته حلوه قوي بس كان ناقصه شويه حاجات زي ما قالت سيرين فعلا المشهد كان محتاج يتضفر اكتر من كده بس انت يا محمود كممثل بعيدا بقى عن الزملاء اللي معاك بس هايل 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 شكرا استاذ حسن اكيد احنا هلا بانتظار العلامات ما هيك تركي ما نشوف العلامات على 10 لمحمود لو سمحتوا رح تاخد منيح العلامات اول 9 كثير منيحه 9 شكرا لك وجود لك شكرا لك يا تركي بعد علي ومحمود من مصر كلنا ناطرين الثنائي اللبناني محمد وعلي يلي ادلوا بتصريح لزميلتنا نهاد بنسمع ابرز اللي قالوه محمد ولا ام محمد ام محمد ام محمد ام شداد انتوا المره اللي فاتت خدتوا المركز الثاني كديو بعد مينا المره دي بقى هتفاجئوا لجنه التحكيم انكم تقدموا حاجه قويه وتاخدوا المركز الاول ان شاء الله هالجمعه محضرين شيء كثير قوي كمان حنفاجئ العالم بشيء قوي وان شاء الله يعني حابين ناخذ المركز الاول هالمره فكره ان انتوا ديو دوت بيساعدكم اكتر ان انتوا تقدموا حاجه افضل ولا دوت بيبقى عائق بالنسبه لكم وهي فكره انه الديو عادة بتكون أصعب من واحد يطلع لوحده أصعب يعني بكون كتير بيفهموا مع بعض بيطلع مشهد كتير قوي فنحن الحمد لله عنا هذا الشيء يلا جود لك محمد وعلي بتمنى لكم كل التوفيق ميرسي يلا خلينا على المسرح يلا. باي باي, باي. وينو هالزفت بيضل داشر طول النهار ماش فيه مستشفى شيبوب 10000 العملة معي فشخة افشو طميع ما عش فيه قالوا عنتر وينك ايه حياتي ما قلتلك عندي ميتينج اليوم حبيبتي ما حبيبي ما عش فيه عم يحكمني طلق تعب بسرعة طب يلا سكري هياني جاي ولك
لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. ولك بلا صائدك هلا دور هالحصان وخذني على المستشفى. لك اي مستشفى ولك يا حياتي؟ ولك مستشفى شيبوب. يا طقبريني انا مش مضمون وشيبوب ما بفوته على حساب الوزاره، شو رايك اخذك على مستشفى الحكومه؟ شو؟ بدك تقتلني؟ طيب يا عمري مصاري ما في، شو بنعمل؟ ما خصني، دبر حالك يا خي اسحب قرض. لك بلا نخلص قرض الاسكان تبع هالخيمه قبل. اخ معش فيه هلكتني هالبنت. لك اي بنت؟ اي بنت؟ شو عرفك انها بنت؟ لك ما من شهرين عملنا ايكو طلعت بنت. لك لا هي حياتي ما كان بارم ظهره مش مبين، ان شاء الله بيجي الصبي بكره بيعمل نايب وبياكل الاخضر واليابس. تف من تمك، ان شاء الله بتطلع بنت، على القليله بتساعدني بشغل الخيمه، وبكره بس تكبر لعمل لها احلى عرس بالصحراء بلازا. تف من تمك، ان شاء الله بيجي صبي. اخ ولك بنت صبي كله نعمه. نعمه اراف لك بكفي عصايد. كل القصايد من حلا عينيك ومن دفا ايديك. خلاص ما قلت لي شو بدنا نسميه؟ لك سميه مثل ما بدك بس خلصناه. رح سميه على اسم بيي شداد. شو؟ شداد؟ وليش مش عاسم بي مالك؟ لا شداد. لا مالك. شداد. مالك. شداد يعني شداد. مالك يعني مالك. شو؟ بطلت موجوعة؟ يا ذكرتني. أصلا فكرة إنه ابني كلها مش خارطة براسي، أنا بدي أعمل فحص الدي إن إي. عم بتشكي بشرفي يا واطي، فايتته بالأغراض ومش قاعدين لك بالخيمة ولادية. لا يستم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. بيشبهني. ظلمته شداد بابا عبلة حياتي. شوف بيبي بهالحجم. قربوا لحدي عبلة عيون العبلة، يعني شو هالعبلة المسترجلة احلى شي فيك لحيتك. ايه مع ايامنا ما كان في شفرة. وعنتر بروزاجك رائع. ميرسي ميرسي علم رئيسي. تنستمع إلى آراء اللجنة. أول شيء بس بدي أشكر أيمن وحسين يلي شاركوكم بهالمشهد، ورح نسمع آراء اللجنة. بدي أقول إنه علي ومحمد هن الثنائي اللبناني والثنائي الوحيد بالبرنامج. أستاذ حسن رح بلش معك، شو رأيك بالمشهد وبالأداء التمثيلي؟ بحبك يا عابل حبيبة قلبي وأنا بحبك. حياتي النبي بحبك وأنا بحبك. اما انت ابن شداد حبيبي انت جميل. اه والله انتوا الاثنين احلى من بعض والله. مشهد مكتوب حلو وانتوا عاملينه مهضوم، وانتوا كمان حلوين قوي قوي قوي. شكرا استاذ حسن. هنيدي، اولا انا بشكركم على المشهد الجميل ده، مشهد سخن ومكتوب حلو قوي، وانتوا الاثنين كنتوا احلى من بعض. وبصراحه انا بشكر البيبي اللي خرج كمان من الخيمه ده دمه زي الشربات. بصراحه برافو عليكم، مشهد يعني مش ضحكنا وسكتنا، انا شخصيا طول المشهد بضحك مستمتع جدا جدا. برافو عليك. شكرا هنيدي. اصلا لما طلع البيبي طلع فيه لقال الميت ده. بتجننوا مثل العاده، من روميو وجولييت واليوم لعبله وعنتر. بعد في قيس وليلى سبقتني، اعرف شو بدي اقول. بتجننوا، وانا بشوف حالي فيكم عن جد، ودائما في مسجات وفي رسائل من ورا السكتش بتعملوها، بتجننوا كنتوا. شكرا سيرين. بدنا نشوف شو رح تضعوا لهم علامه على 10. روميو وجولييت الأسبوع الماضي حطكم بالمرتبة الثانية يا محمد وعلي، لنشوف. أستاذ محمد 9 تسعة حسن 3 9. يا محمد وعلي 3 9. يعني كان بدكم 3 نقاط وبتسكروا السكور.
مبروك، برافو على هالانجاز، جود لك. شكرا لكم، ناطرينكم الاسبوع اللي جاي. يعطيهم الف عافيه اكيد لمحمد وعلي. وهلا بننتقل للمشتركه الرابعه لحظه وبطل. اديني في جنينه الحبايب، فين العريس بقى؟ والله على فنجة عثرة، على فنجة عثرة. ايوه يا ستي مستعجله، نفسي اشيل كلمه سنجل من على الفيسبوك واحط ريليشن شيب مرتبطه يعني. ايوه يا عم، في واحده هنا بس شكلها يقرف قوي. ابتدت تندع يا بنت. لا يا عم مش هروح لها طبعا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا بص، لو جات لي اعرف ان هي الديلر. لا خلاص انا هتصرف، انا هتصرف. دي جايه عليا. المذ مش عايز يرتبط. دي شكلها عبيطه. يالا دي بتقول لي مش عايز ترتبط. سيم طيب عاوز ارتبط. يا مسهل يا رب. طب يلا بينا. لا لا انا برتبط هنا. ايه ده هنا كده عادي؟ ماشي ماشي مش مشكله. انا ما صدقت لقيتك. بركاتك يا جنينه الحبايب. بركاتك ده اسم الصنف؟ ماشي. طب ايه؟ ب 500 جنيه. لا السبكه مش هتبقى اقل من 2000 جنيه. الشبكه حويطه. طب لو الصنف حلو انا موافق. ايه ده؟ ما الصنف قدامك اهو، انت مش سايف ولا ايه؟ مش سايف العود واللفه؟ لا لسه ما شفتش بصراحه. ايه ده؟ انت لازم تشوف؟ لا ما ينفعش، لما تكتب الاول. لا يا الحاجات دي بيتكتب لها عقد. والنبي دمك عسل. انت فيكي حاجه؟ بضحك. انت كده بتضحكي؟ ده انا لازم اخد من الصنف ده. طب بقول لك ايه، مش ممكن اجرب؟ لا تجرب ايه؟ ما ينفعش، ما انا قلت لك لازم تكتب. طب بقول لك ايه، ممكن اشم؟ ايه ده؟ انت لازم تشم؟ طبعا ده الريحه مهمه. لا بمناسبه الريحه، ما تقلقش، انا بستخدم افتر سيف بعد كل حمام، واحيانا بستخدم ماء تواليت. طب لمعلوماتك بقى كده الحاجه تبوظ وتكرف. تعرف؟ ايه ده؟ قولي ازيك كده؟ ازيك كده؟ انت اسمك ساميه؟ انا ساميه. بتاعت مدرسه ال انا ابراهيم يا ساميه. ابراهيم ايوه حبيبه قلبي. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. ابراهيم مين؟ لا ابراهيم ده اللي كنت جاي قابله. لا انا افتكرتك والله افتكرتك انت ابراهيم. لا مش ابراهيم، في حضومه انا كنت جاي اسالك. وين بدك تهرب يا ابراهيم؟ مروه تفضلي. بالبدايه بس اسمحي لي اشكر علي وكل الكوميديين الشباب يلي عم بيكونوا عن جد عيله وحده رغم المنافسات والسعي للفوز باللقب. لقيتيه للعريس ولا هرب؟ والله يا اختي هطلع ادور عليه مش مشكله. يلا رح نستمع الى اراء اللجنه بسرعه لحتى ما يسبقك ويبعد كثير عنك. اوكي يا رب يكون دمي سم عليهم. هنيدي. يا حبيبتي دمي فين؟ لا يا شو رايك؟ دمك زي الشربات. المشهد ظريف هو بس كان عايز شويه رحرحه يعني. الى جانب الكاركتر زياده يعني ما بين اللبس والاكسسوار واللدغه يعني زودتيها على نفسك شويه. انا شايف لو كنت المشهد اتعمل عادي الموقف مكتوب كان برضه هيبقى ظريف يعني مفيش مشكله. فتمام جود لك هايل. ميرسي. شكرا هنيدي. سيرين. غريب انه انا رح اقول عكسه تمام. ماك تزعل؟ لا ازعل ليه؟ لا يا روحي. انا بدي اقول انه انت اكثر مشتركه بتعرفي تعملي كاركتر بالشكل وباللبس وباللدغه وبتقنعيني بالكاركتر انه خلص عامله دور امراه بشعه مفكره حالها حلوه وبتلدغ كمان. انا بالنسبه لي كثير وصل الكاركتر. مبروك مروه، كثير حلو. شكرا سيرين. استاذ حسن مين بتوافق الراي؟ هنيدي او سيرين؟ الاثنين على بعض يعني الاثنين ملخبطين. هنيدي قال صح وسيرين قال صح. هي عامله كاركتر طبعا حلو قوي بس هي زودتها فعلا على نفسها. هي يعني صعبت الامور على نفسها. صعبت الامور لان الموقف كان مكتوب كويس، ما كانش لازم الكاركتر اللي انت عاملاه ده، كنت استغليتي الموقف. انما في العموم انت ممثله كويسه ودمك خفيف. جاهزه نشوف العلامات يا مروه؟ جاهزة. يلا مرة نشوف العلامات على 10 لمروة لو سمحتوا. استاذ حسن ايضا 7
ثلاث سبعات عم تتعادلي مع علي يلي شاركك بالمشهد كمان اخذ 21. شكرا لك مروه. شكرا لك. بخلال الأسبوع وصلت دعوة خاصة ومفاجئة لأحد المشتركين، شو مضمون هالدعوة؟ لمين؟ هلأ بتعرفوا. إلى مقار إقامة المشتركين بأحد الفنادق اللبنانية وصلت بطاقة دعوة شخصية، بطاقة بتحمل صفة العاجل والشخصي جداً. لكن لمين؟ روم سيرفيس. أيوة طالب أكل عن فكر. عزيز مينا، بعد الأداء الهائل اللي قدمته بالبرايم الماضي وبعد احتلالك صدارة الترتيب بين زمايلك، أعتقد أنك بتستاهل يوم أجازة. قلت إيه المعجبة ميسة حمدان؟ ما صدق مينا شو عم بيصير وما صدق كيف انطلق لتلبية دعوة ميس حمدان على العشاء. وانا مستني في المطعم يعني كان في شويه توتر. لا طب هي هتيجي مش هتيجي؟ وصلت 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 وصلت. جايلك بالرعاش اهو. انا مينو، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ العشاء كان مناسبه حتى يحكوا عن امور كتيره، من الكوميديا للمشاريع لتجربه مينا بالبرنامج. قولي بقى ايه نظام البرنامج؟ في ضغط عليك نفسي؟ طبعا في ضغط. ليه؟ انت كل اسبوع في امتحان ومعرضه في اي لحظه تسقطي وبتحاربي علشان تكسبي. انت طلعت التوب 1؟ اه. فعملوا لي مفاجاه. اه طبعا انت البونبونايه اللي بيدوها للعيال الشطار. الله يخليك. مينا سبونتينيوس، عنده سرعه بديهه، ودي الحاجات المهمه جدا اللي انا بتبهرني في الممثل سواء كان كوميدي او غير كوميدي. انا كنت خايف جدا ان احنا ناكل ونروح، يعني انا كان نفسي اقعد معاها اكتر وقت ممكن يعني. فقالت لي طب ما تيجي نعمل حاجه مجنونه. قلت لها طب ما تيجي نقعد نلعب. يلا بجد يلا. حاجة غريبة حاجة غريبة. اوكي هنلعب. هنلعب ايه؟ شوفي اللي انت عايزاه. عايزة اسهل لعبة. اسهل لعبة. من لعبة مسلية لجولة بارجاء هالمكان استفاد مينا من كل دقيقة برفقة ميس حمدان. عينك بتزرق. يا رب ما يفلتش، يا رب ما يفلتش، يا رب ما يفلتش، يا رب يا رب. هنلعب حاجة تانية. هو بيكهرب ولا ايه؟ لا لا ما لو بيكهرب قولي عشان لو كده مش هدخل. يعني دي لعبة رفيعين أصلا. ما كسبتش حاجة؟ نجرب بتاعت النظارات دي؟ ماشي. 7 دي؟ هي آخر لعبة دي كانت حلاوتها أنت بتتحرك وفي نفس الوقت ماسك مسدس بتقتل الحاجات اللي بتجيلك والحاجات بتيجي على حجرك تقريبا. نزل قهوة أنا خلاص مش قادرة. والنبي ما تروحش. يا خيالي يا يا نهار. يا ده في طياره فضائيه. دي طياره فضائيه. الديناصور داخل علينا وهي ماسكه ايدي. يا ست اوعي نشوف الديناصور ده هنموت. اضربي معايا اضربي. ايه ده مين دي؟ لو كنت بطلت سويت انا كنت كسبت من بدري يا راجل. والله العظيم انت سويتك هو اللي وترني اكتر من الديناصور. انا ده وجعتني مش قادر احرك ايديا والله العظيم. كانت سهرة من العمر مع فنانة لطيفة وقريبة من القلب. مينا لذيذ جدا، اعتقد هيكون لي مستقبل حلو. انا انبسطت معاه قوي. تارا بجد اليوم كان تحفة جدا، انبسطت فيه كتير قوي، وحاجة شجعتني ان انا هجتهد ان انا كل اسبوع ابقى التوب 1.